يا نزائم شغر الحزان بدأت تجتاح القلوب، فالليلة يخرج الإمام أبو عبد الله من أرض مكة طريضا، متوجها لأرض كربلاء، ومن هنا يبدأ حج الحزان وتبدأ التلبيات. شلون لبى الحزين؟ لبيك يا ربي عن جوارك أنا مطرود، لبيك يا ربي تذبح رجالي وأنا ممدود، لبيك يذبحوني وقلبي من الظما ممرود، لبيك يا أنا المظلوم وانت الراحم بحالي، لبيك في مرضاتك يذبحون أطفالي، لبيك نحري ينحير وجزمي يدوزونه، لبيك واقبل تلبياتي بذبحة الأطفال، لبيك حتى الشمر يصعد نحري بالنعال، لبيك نحري ينحير وجزمي يدوزونه، لبيك راسي يرفعون برمح عدواني، لبيك توقف حاسرة بالشام نسواني، لبيك راسي بوسط المجلس يضربوا له حزان حزان حزان.